بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين محمد وآله الطيبين الطاهرين. سادة المشاهدين الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم إلى هذه الحلقة من برنامجكم الإمامة وليلة القدر، لقاؤنا متجدد مع ضيفنا العزيز الشخصية العلمية الدينية سماحة الشيخ كويت الأسدي. أهلا ومرحبا بكم سماحة الشيخ. حياكم الله وأهلا وسهلا سماحة الشيخ. نحن لا زال حديثنا في سورة القدر، وقد أتممنا الحديث عن الآيات الأول التي تحدثت عن الإنزال في الليلة، وأثبتنا فيه أن الإنزال الذي كان هو إنزال الكتاب المبين الذي صورته النازلة هو القرآن الكريم، وصورته العليا هو الكتاب المبين الحقيقة العظمى. وثم شرعنا بالحديث عن تنزل الملائكة والروح، وبدأنا بالملائكة، وكنتم قد أعطيتم تعريفا للملائكة في الحلقات السابقة، وشرعتم في الحديث عن مقام الملائكة، وبدأتم بالحديث عن وظائف الملائكة. هذا ملخص لما تحدثنا به سابقا، ولكنكم لم تكملوا لنا الحديث في موضوع وظائف الملائكة، فنريد أن نسمع منكم تتمة لهذا الحديث إن شاء الله. الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعترته الطيبين الطاهرين. السلام عليكم وعلى جميع الإخوة والأخوات المشاهدين الكرام ورحمة الله تعالى وبركاته، وتقبل الله منا ومنكم سائر الأعمال إن شاء الله. في المقام الثاني، وهو تحت عنوان وظائف الملائكة، ذكرنا بداية عبارة للسيد الطبطبائي المفسر المعروف في كتابه الميزان في كون الملائكة وسائط في التدبير، كما ذكرت الآيات الكريمة والمدبرات أمرا. وسوف نقف إن شاء الله تعالى على جملة من وظائف الملائكة قرآنيا، ولكن لا بأس بالوقوف عقليا على معنى كون الملائكة من المدبرين، وإحدى أهم وظائف الملائكة هي التدبير في هذا العالم، وبعبارة أخرى أنهم وسائط. ولكن الواسطة هنا، هذه حتى لا يصير نوع من إشكال المقدر أو التساؤلات التي تترك بلا جواب، الوسائط التي جعلها الله سبحانه وتعالى في هذا العالم، وهو أمر واضح جدا في كل أو في معظم شراشر عالم التكوين أن هناك وسائط في التكوينيات، بل وسائط أيضا في التشريعيات، فإن الله سبحانه وتعالى جعل الأنبياء ومن كان على شاكلة الأنبياء وسائط بينه وبين خلقه في إبلاغ مراد الله سبحانه وتعالى. كذلك في العالم التكويني هناك وسائط، بعضها كما ترى وسائط ضمن المنظومة المادية، ضمن العالم الظاهري توجد وسائط. سماحة الشيخ، هذه الوسائط التي تتحدثون عنها لا تكون على نحو الحاجة منه سبحانه وهي وتعالى النقطة الأساسية لهذا الأمر، وإنما حكمته ومشيئته اقتضت أن يجري الأمور بهذا الترتيب، بمعنى أنه لو انتفت الوسائط الله عز وجل هو الذي يدبر الأمور، لا يحتاج إلى وجود ملائكة. مقصد كلامي أنه وجود الملائكة من عدمه لا يقدح في قدرة الله عز وجل على تدبير الأمور. أكيدا هذا الله سبحانه وتعالى قدرته تامة ويمكنه أن يستغني، ولكن هنا يوجد أجوبة. أولها أنه مقتضى النظام الأحسن أن يكون في المملكة هذا الأمر، ملك مملكة متكاملة، كيف في المملكات الإنسانية يوجد ملك ويوجد وزراء وهكذا سلسلة المسؤولين والموظفين، وترى أنه كأنما كمملكة النحل، مملكة متكاملة مترابطة منتظمة، هناك توزيع في الوظائف، كل يقوم بوظيفته الملقاة على عاتقه، هذا ترى أنه فيه جمالية وكمالية في المملكة الإلهية. هذا جواب عام. الجواب الآخر الذي أيضا يمكن أن يذكر، وهو أن هناك جملة من الأمور التي لا يليق برب العزة سبحانه وتعالى أن يباشرها بنفسه، لأنها أمور مادية، والله سبحانه وتعالى فوق المادة ومجرد عن المادة، فأي معنى لأن يمارس ويباشر المولى تبارك وتعالى هذه الأمور المادية ويباشرها به؟ سماحة الشيخ، نقطة مهمة جدا، أن جزاكم الله خير أنتم توردون هذا الجواب،
أن هنالك كثير من الأمور الله عز وجل أجل وأرفع من أن يباشرها بنفسه. كما نجد يعني الآن، يعني الآن يقولون قام الملك الفلاني، قام الرئيس الفلاني، فتح المشروع الفلاني، قام بالوظيفة الفلانية. بالحقيقة اليد العاملة أو الموظفين الذين يقومون، وليس من المناسب مثلا أن ترى ملكا أو رئيسا أو سلطانا. هذه في بعض الأحيان تصير مناغمة عواطف، هو هم لازم مثلا المسحة مالته، أو لازم المكان تسوي نظف بالشارع، أو افترض يلبس بوتين إلى الركبة ويقوم بتصريف المياه. هذه بالدول المتقدمة أظن أنه لا يقبل هذا الأمر. في دولنا حيث أن العاطفة هي الجياشة وهي الحاكمة، يرحبون ويعتبرون هذا السلطان والرئيس والوزير والمسؤول الفلاني هذا أفضل المسؤولين، والحال أنه ينظم الأمور من مرتبة أعلى. ليس وظيفته أن يمارس الوظائف التي يقوم بها العمال وبقية الموظفين في المراتب الدنيا أو المتوسطة. ولكن قد يرد بناء على الكلام الأخير الذي تفضلتم به، لو لاحظنا سيرة الإمام أمير، وهذا في محل إشكال يعني إن شاء الله، سيرة الإمام أمير المؤمنين أنه كان يمارس الكثير من الأعمال بنفسه، ومن جملتها أنه كان مثلا يزرع الأرض، يحرث الأرض ويزرع الأرض ويقوم بتهيئة الكثير وهو الحاكم. يعني هذه أعمال شخصية. الآن في الأنظمة الحديثة لا بأس أن يكون للوزير وللرئيس وللسلطان بيت ويقوم ببعض الخدمات في بيته، توجد حديقة ويقوم مثلا افترض بسقي الأزهار، وحتى أن بعض الكبار والأجل. لا، أنا لم أقصد هذا الأمر. أنتم تقولون أنه يجب أن يكون الحاكم يدير الأمور من هذا هو الأنسب. يعني نحن نريد من الحاكم، وقته ضيق، نريد من الحاكم الأمر الأساسي الذي جعل فيه تنظيم الأمور، إدارة الأمور. وهناك مجلس آخر، مجلس التشريع والتقنين، يقوم بوظيفة التقنين والتشريع. لا يناسب للمشرع والمقنن أن يقوم بوظائف تنفيذية، ولا يناسب الذي على عاتقه وعلى كاهله السلطة التنفيذية أن يمارس السلطة التشريعية. هذه محسوبة، الأوقات ضيقة. أمير المؤمنين عليه السلام وهكذا بقية الأئمة، تارة نجد أن للإمام علي عليه السلام فترة كان قد مارس فيها السلطة، ولو السلطة الظاهرية التي تسمى الخلافة. هنا يعني هناك بعض الأمور قام بها قد لا يستطيع أن يقوم بها في الفترات الأخرى، أو يقوم بأمور في غير فترة سلطته الظاهرية قام بها أمير المؤمنين عليه السلام. وقد يكون قيامه ووظيفته في بعض الأحيان لأن المجتمع بسيط والإدارة بسيطة، في بعض الأحيان قد يضطر إلى ممارسة هذه الأعمال لتعليم هؤلاء أو لإرشادهم، أو يكون قد مارسها في غير فترة تسنمه للسلطة ولو كما قلنا الظاهرية، أو قد تكون على المستوى الشخصي. على أي حال، إذن فمن غير اللائق ولا المناسب، بل يستحيل أن يقوم المولى تبارك وتعالى اللي هو سيد العالمين المجرد عن المادة أن يمارس الأمور التي تقتضي المباشرة مع القضايا المادية. يعني من غير المعقول أن المولى يضع طابوقة على طابوقة أو يقوم بخلط مواد البناء، هذا غير لائق به سبحانه وتعالى. وهذا العجز ليس عجزا فيه، بل عجز في القابل في هذه الأمور التي تتلقى الفعل الإلهي. من هنا فتارة نقول، وهذا الصحيح، أن مقتضى النظام الأحسن أن يكون هناك وسائط تكوينية وتشريعية، وأيضا من غير اللائق ولا المناسب بمقام المولى سبحانه وتعالى أن يباشر بنفسه وظائف لا تليق بعزه وبجماله وجلاله، وإنما يوكلها إلى وسائط، نفس الوسائط مراتب. يعني الملائكة أيضا مقامات، سادات الملائكة غير اللي الملائكة المتوسطين وغيرها. هناك توصيفات كثيرة، توصيفات للملائكة، يعني حتى مثلا قضية قبض الأرواح كما سوف يأتي. يعني عزرائيل عليه السلام هو سيد هذا العمل وهو الموكل بهذا العمل بشكل رئيسي، لكن ما عنده موظفين من الملائكة يباشرون هذه العملية؟ قطعا عنده، وما شاء الله، الله العالم كم لديه من الملائكة الذين يباشرون هذه العملية وهي عملية قبض الأرواح. مو شخص واحد، بعضهم يتعجب يقول شخص واحد يقوم بهذه المهمة في كل العالم. طبعا هم أيضا بنفس الوقت، لاحظوا أستاذنا العزيز، يعني الآن بعض الدول الكبرى تتعجب كيف هذا زعيم أكبر دولة بالعالم
أنت شايفيها يعني أستاذنا العزيز، يعني مرات دائرة بسيطة تحتاج إلى بريد ويأخذ وقت من عندك وساعات للبريد وغير وظائف أخرى، فتتعجب أن هذا الرئيس كيف مثلا يتابع كل هذه الأمور وكل هذه التفاصيل. أكيد يتابعها بشكل إجمالي، ثم أنه تنسب الأمور له من باب أنه السلطان والمشرف إجماليا على موظفين تحته، والموظفين الذي تحته يشرفون على دائرة أخرى، والدائرة الأخرى تشرف على دائرة أخرى، وهكذا الملايين من الموظفين. فعملية الإشراف الإجمالي بطبيعة الحال هرمية، كما أنها في القاعدة متسعة، عندما تصعد إلى الأعلى تكون رئيس الهرم. إذن وهو تشبيه مع الفارق أكيدا، إذن الدولة إدارتها تتم عبر منظمات ومؤسسات هي التي تدير الشؤون، ورأس الهرم هو الذي يقوم بعملية الرقابة والمتابعة والإشراف فقط، لا يحتاج إلى أن يمارس هو كل الأمور بنفسه. وهذا الأمر جار مع أو بدايته كانت من الله عز وجل، أنه هو خلق الخلق ووضع هذا النظام، ثم جعل الملائكة وغيرهم من الخلق هم الذين ينظمون شؤون هذا الكون وترتيبه. طبعا هذا المثال الذي ذكرناه هذا مثال للتقريب، وإلا فإن الفرق هائل جدا. لماذا؟ لأنه سنطلع على جملة من الآيات تبين أن المولى سبحانه وتعالى هو المدبر لجميع ما يدبره الخلائق، في الوقت اللي هو هذا ننبه عليه مرة أخرى، لأنها قضية ترجع إلى صلب التوحيد في مبحث التوحيد في الربوبية، وهو أنه سبحانه وتعالى أولا لما كان عالم وعلمه محيط بكل الأشياء، مو صحيح؟ ما من رب ولا بس إلا في كتاب مبين، فكيف رب العالمين؟ فإذا لا يغيب عنه شيء، بينما السلاطين والملوك كذا يغيب عنهم كثير من الأمور، وإذا كان عندهم اطلاع يصير عندهم اطلاع إجمالي جدا، ما عنده وقت. المولى الحكيم لا، محيط إحاطة تامة بالجزئيات وبالكليات، هذه وحدة. شيخ عذرا للمقاطعة، من باب الشاهد للإثبات على هذا الموضوع، أنه في إحدى المناجات مع أحد الأنبياء، كأنما النبي مستغربا سأل الباري عز وجل أن الله عز وجل كيف يراقب، كيف لا تأخذه سنة ولا نوم، فالله عز وجل أعطاه مثالا حسيا، أمره بأن يبقى فترة متأخرة لا ينام، وأكيدا الإنسان بطبيعته هو يحتاج إلى النوم، ثم طلب منه أن يمسك قدحا من الماء لفترة طويلة، وبعد ذلك حدثت حالة من السهو والنعاس، وهي طبيعية بالنسبة للناس للبشر يعني أكيد، فسقط منه القدح. نعم كذا يروى، يعني هكذا يروى قطع النظر عن صحتها وعدم صحتها، من باب المثال هي لتقريب الفكرة، يعني فإن الله عز وجل رقابته قال لو كنت كما تقول أن فيه. وهذا هو النقطة الأخرى. نعم اللي نعم يجب نعم، وهو أن الله سبحانه وتعالى يمسك هذا العالم وهذا الكون، بل كل الأكوان التي عنده يمسكها بقوته وقدرته وحكمته، بحيث لا يغفل عنه شيء على الإطلاق. فحينما نقول أن الملائكة تدبر، هذا التدبير هو في طول تدبير الله، بل هو عين تدبير الله. يعني كما في قضية العلم أن الله عالم وعلمه محيط بكل شيء، فكذلك تدبيره، لأنه هو صاحب الحول والقوة، فالذين يدبرون لا يدبرون بحولهم وقوتهم، بل يدبرون بحول الله وقوته، ويضاف لها تأييده وتسديده وتوفيقه، كل بحسب هذه الوظائف والسلسلة الطولية الوظيفية في عالم التكوين. طبعا بما أن الملائكة يعني وجودات معصومة، فهي لا تخطئ ولا تسهو ولا تغفل في وظائفها دون البقية كالبشر، اللي يعني لهم يعني باعتبار وجودهم المادي والحسي يطرأ عليهم العوامل المذكورة من الغفلة والسهو وما إلى ذلك. لنعود الآن إلى المطلب سماحة الشيخ، مطلب وظائف الملائكة، وأنت قلت أنهم لديهم وظائف متعددة ويقومون بأعمال بحسب ما أوكل الله عز وجل إليه. والعبارة اللي قرأناها أذكر بها للسيد الطباطبائي قدس الله نفسه في كتاب الميزان، من أن الملائكة وسائط بينه تعالى وبين الأشياء بدءا وعودا، على ما يعطيه القرآن الكريم، قضية مو فقط عقلية بل هذه قضية قرآنية، يعني
بمعنى أنهم أسباب للحوادث فوق الأسباب المادية، يعني أسباب عليا تشرف على الأسباب المادية، فماكو تنافي بين الأسباب المادية والعوامل الظاهرية التي تراها وبين وجود أسباب أخرى. يعني إذن هؤلاء علماء المادة يقول لا، يعني في ذهنه أن هناك منافات، إذا نسبنا السببية إلى وجودات علوية مجردة عن المادة هي في صقع عالم الغيب، يقول هذا لا يكون صحيحا ولم نثبته في المختبر. ما قال لك أن المختبر يستطيع أن يثبت الأمور الغيبية؟ المختبر ينال القضايا المادية الحسية التي ينالها المقص وينالها الميكروسكوب وينالها الكذا، زين، وتنالها عين الفاحص والمختبري أو يده وأدواته، على فرضيات ونظريات مبتني على فرضيات ونظريات أوجدها الإنسان، وفي كثير منها أثبتت فيما بعد خطأها وفشلها بالنتيجة أن هذا العالم عالم مادي، هذا المختبر يناسب هذا العالم المادي، أنت عالمك هذا عالم المادة عندك أدوات تكتشفه بما يناسب عالم المادة. أما العالم فوق المادي ما وراء عالم الشهادة وهو عالم الغيب فله أدواته التي يستكشف بها، وهي إما الشهود وإما الأدوات العقلية. ومن هنا إذن هذه النقطة أرجو الالتفات وأؤكد عليها وأكررها عدة مرات، أنه لا تنافي أبداً، ها لا يجينا بعدين واحد خصوصاً إذا متأثر بالدراسات يعني اللي بها نوع ميل إلى الإلحاد وما إلى ذلك، أو ما عنده اطلاع على الدراسات الدينية فيرى أن هذا ينافي التقدم العلمي والتطور التكنولوجي. نحن نرى أن الأمطار افترض نزولها تابع لسلسلة أسباب معروفة، ولم نكتشف أن هناك سببا آخر تسموه ملك الموت عزرائيل عليه السلام أو غيره من الملائكة، هذه أسباب غيبية ليست أسباب مادية. ماكو تنافي، أنت تتكلم على أفق هالمنظور، هذا ضمن هذا الأفق، أفق عالم المادة لك حق تتكلم، بل أنت سيد الميدان، زين. أما تتدخل فيما لا يعنيك غير اختصاصك أبدا هذا مو صحيح. تعال أنت استخدم الأدوات والعوامل التي يستكشف بها ما وراء عالم المادة، أهلا وسهلا. سماحة الشيخ نستميحك عذرا، نقف الآن عند فاصل، نعود بعده لإتمام الحلقة. سادة المشاهدين الكرام لا تذهبوا بعيدا، فاصل قصير ونعود إليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. مرة أخرى نجدد ترحيبنا بكم سادة المشاهدين الكرام، وباسمكم نرحب بسماحة الشيخ قميت الأسدي. أهلا وسهلا بكم وبالأخوة والأخوات المشاهدين. سماحة الشيخ، قبل الفاصل كنا نتحدث عن موضوع الأسباب التكوينية وأن لا منافاة بينها وبين الأسباب الغيبية في 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 عالم التكوين، وكلها أسباب تكوينية، وكلها أسباب تكوينية أكيد. الأسباب التكوينية تنقسم إلى أسباب تكوينية غيبية وبعضها أسباب تكوينية مادية. مادية بحت. الآن لنشرع بالحديث عن وظائف الملائكة التي محل حديثنا باعتبار أن الآية تقول تنزل الملائكة والروح فيها، ونحن شرعنا في الحديث طبعاً عنه. يعني بالحقيقة هذا الحديث كبحث علمي يحتاج إلى بيان الأسس العقلية لهذا الأمر، ولكن هذا يأخذ منا وقتا، ونحن نحاول كما يعني أسلفنا أن نفيد ونستفيد مع المشاهد الكريم ضمن هالفترة الوجيزة المتعلقة بالشهر الكريم خصوصا ليالي القدر. ومن هنا فأنا أختصر وأترك الكثير من البحوث في البين وأدخل مباشرة كما طلبتم في بيان الشواهد القرآنية على وظائف الملائكة. أنا أقرأ طبعا بعد هنا قراءة آيات الشواهد، منها مثلا القيام للملائكة في أرجاء السماوات، والملك على أرجائها، أرجاء السماوات في سورة الحاقة، وما أتوقف وأشرح وأفصل لأن أيضا هذا يأخذ من وقتنا.
الكثير من وقت الأخوة والأخوات المشاهدين والسامعين. الأمر الآخر الشهادة بالتوحيد الحق لله سبحانه وتعالى، وهي آية الشهادة: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. والله بعض الآيات واحد يتمنى أنه يعني يقف عندها ويتحدث فيها، بس هذا يعني المشكلة راح يأثر علينا يعني في الحلقات القادمة وكذا. لكن لاحظوا معي: شهد الله أنه لا إله إلا هو، الشهادة لله أولا، التوحيد الخالص لله، وأيضا الشهادة بعدله قائما بالقسط، ومن شهد معه بهذا الملائكة، ثم أولو العلم. هل سألنا أنفسنا من أولو العلم؟ وما قال أنبياء رسل، الملاك والشرف، كل الشرف في كونهم أولو العلم، ولم يقل أولو علم، أوتوا علما، علمناهم علما من لدنا علما، حتى يصير تنوين وتنكير ويقتضي التبعيض. لا، أولو العلم: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم، مباشرة ذهب إلى أولو العلم، أولو العلم كل العلم. ونحن أيضا نشهد بما شهد الله به وشهدت به ملائكته وأولو العلم من عبيده سبحانه وتعالى. الوظيفة الثالثة: تثبيت المؤمنين المقاتلين، أعز الله جميع مجاهدينا، بل والقتال معهم، مو فقط التثبيت. وهذه الآية تقول ذلك: إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم، هذه أول وحدة، كما أني معكم فثبتوا الذين آمنوا. إذن الوظيفة الأولى تثبيت الذين آمنوا، وبأمر مباشر من الله، من الله تعالى. هاي وظيفة تكوينية هذه، طبعا لا يمكن يعني خلال الملائكة ما كانوا ظاهرين مبينين مع المقاتلين أو مع المؤمنين حتى يحسونها، قضايا غيبية تكوينية غيبية. سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب، طبعا نعرف أنه أولا لا كل مقاتل باسم الإسلام أبدا، بل المقاتل المؤمن وهو الموالي حصرا، الذي كملت فيه أصول الدين ولم ينكر ضرورات الدين أو قطعياته. بمعنى أصول الدين الخمسة أنت تتكلم، بلا إشكال. زين، إذن سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب، إضافة إلى أنهم يثبتون، الله تعالى أيضا يقوم بقضية بوظيفة، وهي يلقي في قلوب الذين كفروا الرعب. هذا الكفر هنا مقابل المؤمنين، هذا الكفر كفر إيماني وليس كفر إسلامي. حينما يطلق المؤمن مقابله الكفر يصير كفر مقابل الإيمان، إذا يطلق المسلم أكو كفر وهو الكفر الإسلامي اللي يطلع من الشريعة. هنا الكفر هو الكفر الإيماني. على أي حال، سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا، منا بدأ القتال، فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان، سورة الأنفال الآية 12. رابعا، بمعنى أنهم الملائكة يعني هذا الأمر تجده يعني ينصرون في ساحة معركة وقتال وكذا، ليس فقط في أنتم جزاكم الله خير، لعل البعض يمر على هذه الآية مرور الكرام، أنهم من وظيفتهم نصرة المؤمنين، ينزلون معهم، صح؟ لا، يعني مو شجعون المؤمنين المقاتلين، لا، كما ترى قتال مباشر، لا قتال دقيق، فاضربوا فوق الأعناق. زين، إضافة إلى مسألة التثبيت، أي نعم، إضافة إلى أن هناك وظيفة أولى ذكرتها الآية الكريمة، وهو تثبيت الذين آمنوا، وهي قضية قلبية يعني تتعلق بقوة النفس الباطنية، وهذا يعني أن للملائكة دخولا وتأثيرا مباشرا على المؤمنين المقاتلين في سوح القتال. ومن هنا نذكر أخواننا المجاهدين والمدافعين عن حياض الوطن والمقدسات بأن معهم الملائكة، وكلما طبعا هذا الأمر وهو هذه الوظيفة التي ذكرناها يعني تكون مع المؤمنين المقاتلين. من هنا كلما كان أشد إيمانا كلما كان معه مؤمنين أشد من الله سبحانه وتعالى، وكلما كان الارتباط بالله وبالدين وبالولاية كلما استحقوا تثبيتا ونصرا وتواجدا من الملائكة. سماحة الشيخ، بما أنه أنتم تذكرون هذا الأمر جزاكم الله خير، لا نستغرب من أن يورد بعض المجاهدين
بعض القصص التي تحصل معهم أو مع أناس قد التحقوا بالرفيق الأعلى في درب الشهادة، أنهم يذكرون أن هنالك أمور غيبية كانت تحصل معهم من قبيل إدراكهم في صحراء وهم عطاشة وإنقاذهم. هذه الأمور لعل البعض يقول لك أنهم يبالغون فيها. الآن الملائكة الله عز وجل يقول بقرآنه يعني وحاشان يأتي الباطل من بين يديه ومن خلفه. العلم لعله بعض المؤمنين المقاتلين يعني يكتمون مما يشاهده، ثم أن هذا القضاء ليس ظاهري، يعني الظاهر هذا صدفة يفلت يرشح، وإلا الواقع هو الأكثر وهو المغيب، وهو المغيب. لكن المؤمن لابد يطمئن بقلبه أن ذلك موجود، وأشدد على قوة العلاقة والترابط الملكوتي والمعنوي بين المؤمنين المقاتلين المجاهدين وبين الملائكة. من هنا ما أحسن ما أن يقوم به بعض المؤمنين بأن يذكر الملائكة بالصلوات، لأننا كما نصلي على محمد وآل محمد، اللهم صلي على ملائكتك المقربين وعبادك الصالحين وإلى آخره. الوظيفة الرابعة تعذيب الظالمين في سكرات الموت، نستجير بالله. ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم، يخاطبون الظالمين، اليوم تجزون عذاب الهون. خطاب مع الظالمين في سكرات الموت، تعذيب شديد، كأنما هذا يعني الظالم يعاني من سكرات الموت، هو بود أن تخرج نفسه ويرتاح من هذه السكرات على أي حال. أنت سماحة الشيخ أوردت أنه أنهم يقومون بتعذيب الظالمين في سكرات الموت، لعل سائل يقول هي وظيفة الموت أصلا، هم من يباشرون، هم الملائكة، فلا فرق بين ظالم وعادل وغيره، هو يقوم بقبض الأرواح عن طريق الملائكة كما صرحت به. هذا غير قبض الأرواح، هذا هناك ما ترون. ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت، بعدهم ما واصلين إلى مرحلة قبض الروح، في غمرات الموت اللي سميناها السكرات، الآية هم عبرت عنها غمرات. والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما. فهذه الآية الكريمة في سورة الأنعام الآية 9 والآية 93 بعد 90، ومنها أيضا آية أخرى ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة، هنا أكو توفي، يضربون وجوههم، تبين بعض الملائكة كما تمارس عملية قبض الأرواح للظالمين أكو ضرب على وجوه هؤلاء. شتان بين هذا وبين البشرى والبشارة التي تلقاها المؤمن عند قبض روحه من. إذن لتوضيح الإشكال أكثر، أن وظيفة قبض الأرواح عند الموت هي من مختصات الملائكة بأمر من الله عز وجل، ولكن هنا توصيفات أن الأرواح التي تقبض، من ناحية الروح التي تقبض هنالك نوعين، نوع ما تحدثتم عنه من أن الظالمين يضربون وجوههم، والذين كفروا أيضا بصفات معينة قد ذكرتها الآيات القرآنية. أما الذي كانت روحه إيمانية فطريقة قبض الروح تكون عندهم مختلفة تماما، من بلا أشكال. يعني وتوجد في بعض الأدعية والمناجات، بل في بعض الروايات، أن ما بين المؤمن وبين أن تقبض روحه يعني فقط قضية قبض الروح أو خروج الروح من مكان معين، من موضع معين من جسم الإنسان، إلا ويرى البشرى. وفي بعض الأحيان المؤمن، بعض المؤمنين يرون البشرى قبل قبض الروح، فتراه ينتظر ويترقب الموت بفارغ الصبر. ومن هذا كان الإمام أمير المؤمنين يقول متى والله دون أمير المؤمنين من شيعته وصادقي أوليائه، هذا موجود فضلا عن الأئمة عليهم السلام. الخامس التسبيح لله تعالى، طبعا هذا التسبيح مقرون بالتحميد، هذه كلها تراها بها يعني لفتات، بس احنا نريد نمشي سريع. يعني ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته، من خيفة الله سبحانه وتعالى، كما في سورة الرعد الآية 13. سادسا الشهادة للرسول بما أنزله الله إليه، لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه والملائكة يشهدون وكفى بالله شهيدا، في سورة النساء الآية 16.
والستون بعد المئة. السابع من الوظائف توفي الأرواح، خصوص التوفي. بس مرات يقترن مع مقدمات التوفي كما ذكرنا قبل قليل فيما يحدث للظالمين أو الذين كفروا في سكرات وغمرات الموت، وبعضها لا والله تقمصهم لوظيفة معينة فقط وهي قبض الأرواح، كما في هذه الآية: قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم، في سورة السجدة الآية 11. وبعد أيضا مثلها: الذين تتوفاهم الملائكة. ها إذن مو بس عزرائيل عليه السلام وملك الموت، لا، هناك ملائكة اللي هم يعني أعوان عزرائيل عليه السلام في هذه. سماحة الشيخ، أيضا لا بأس أن نقف وقفة عنده في موضوع التوفي. هنالك ثلاث آيات وكل آية أوكلت الأمر إلى، مثلا آية تقول: الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها. ثم جاءت الآيتين اللتان تتحدث عنهما أنت، واحدة تقول: يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم، والذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة. هذه الآيات الثلاث كيف يمكن لنا أن نقارب بينها؟ طبعا بعض الأحيان هناك صور تقريبية لأمثلة حسية، يقول مثلا بنى الأمير المدينة، يقال أنه هذا النسبة له من المجاز. بعض الأحيان الإسناد يكون إسناد عقلي، وإلا فهم العمال والموظفون هم الذين قاموا بذلك. نحن لا نريد أن نقول أن هنا الإسناد لله مجازي، هذا خطأ جدا، هذه أمثلة تقريبية. الإسناد حقيقي. لماذا؟ لأن الله تعالى كما أسلفنا هو يدبر ما تدبره الملائكة بمقتضى علمه المحيط وبمقتضى ربوبيته. ونحن نؤمن بتوحيد الله. التوحيد أنحاء، واحد من أنحاء التوحيد هو التوحيد في الربوبية، بمعنى أنه الرب. ما معنى الرب؟ الرب هو مدير ومدبر الأمور والتدبير والإدارة لله تعالى، إدارة حقيقية، بل هي أولى فيهم من غيره. لكن كما ذكرنا في الماضي من أن هناك بعض الأمور التي لا تليق بالله أن يمارسها ويباشرها، لأنها قضايا مختلطة مع عالم الحس وعالم المادة، مثل ما يناسب الملك الرفيع الشأن أن مثلا يخرج مع العمال، يقوم برفع الطابوقة ووضع الطابوقة وخبط مواد البناء، هذا ما يليق به، حتى العمال ما يقبلوا من عنده، يقولوا أنت عندك وظيفة أهم، إحنا هذه نتفرغ لهذه القضية. إذن الآيات: قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم، من جهة أخرى الذين تتوفاهم الملائكة. لكن مرة تتوفاهم الملائكة أكو نوع من الناس ظالمي أنفسهم، أكو نوع آخر: الذين تتوفاهم الملائكة طيبين، جعلنا الله من الطيبين. لا، يقولون سلام عليكم. هذا السلام هو تعبير لفظي وانتهت القضية. هذا السلام حقيقي تكويني غيبي. حالكم ستكون حال السلام، حالكم حال السلام، مو مثل أنا وقت نسلم قد نسلم على شخص هو مجذب، وهي لفظ يعني مو أكثر من هذا، قد يترتب عليه أحكام شرعية. هذا سلام الملائكة غير. طبعا هالآيات هذه يعني: الذين تتوفاهم الملائكة طيبين، في سورة النحل الآية 32. الوظيفة الثامنة: الاستغفار للمؤمنين، والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض. طبعا وسوف نعرف من خلال آيات أخرى أنه ليس مطلق من في الأرض. لمن في الأرض ما قالت كل من في الأرض، لمن في الأرض، أن هؤلاء يعني المؤمنين. الآية في سورة الشورى. التاسع من الوظائف: التوكل بجهنم وأمور التعذيب فيها. لاحظ يعني وظائف عديدة، كما في قوله تعالى: عليها، يعني على جهنم، ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم. التحريم الآية السادسة: وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة. العاشر من الوظائف، ولعله الوقت احنا نسابق وي الوقت، ها، اي: لعن من مات كافرا، كما في قوله تعالى: ان الذين كفروا وماتوا وهم كفار، لا مطلقا، اولئك عليهم لعنة الله والملائكة. البعض يقول لك والله اللعن هذا مو مسألة أخلاقية، وضعه في غير محله مسألة غير أخلاقية.
أما أنت تجي تقول مو أخلاقية، قاعد تتهم رب العالمين يعني ما عنده أخلاق، الملائكة ما عندهم أخلاق، يعني فت كلام سطحي انفعالي عاطفي بعض الأحيان، حتى يخرج من ناس منسوبين للدين ويقال عنهم رجال دين، لكنهم يا سبحان الله في غفلة أو في تغافل عظيم عن كتاب الله والروايات الكثيرة. وقال عجيب، أول ما جاء قال لك اللعن ليس من أخلاق المؤمنين، هذا هنا الله سبحانه وتعالى والملائكة وأولياء الله يلعنهم. كثير من الآيات، كثير من الآيات، إنما اللعن في غير موضعه هو هذا. يعني زين، هذا يعني الذي ذكرناه من الآية الكريمة في سورة البقرة الآية 61 بعد 100. الوظائف منها أيضا 11، طبعا ما نريد نستعرض الجميع بس قدر المستطاع حتى نشد المشاهد. نحن لا تبقى لدينا من الوقت إلا دقيقة واحدة. فإذا فد وظيفتين على الأقل، حق العبادة لله، ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة والملائكة أيضا وهم لا يستكبرون كما في سورة النحل آية 49. الوظيفة 12 وسائل إمداد إلهي للأنبياء، مو هناك للمؤمنين المقاتلين، هذه المرة للأنبياء وأتباع الأنبياء أيضا، كما في قوله تعالى يمددكم ربكم 5000 من الملائكة مسومين في سورة آل عمران الآية 25 بعد 100. الوظيفة 13 الصلاة على النبي والذين آمنوا، اللهم صل على محمد وآل محمد، إن الله وملائكته يصلون على النبي في سورة الأحزاب الآية 56، لعلها مسك بخت بآية الصلاة على النبي اللهم صل على محمد وآل محمد. في ختامها سماحة الشيخ نوجه لك غاية شكرنا وتقديرنا وامتناننا على هذه التحفات التي تتحفنا بها وتتحف السادة المشاهدين، شكرا لكم سماحة الشيخ. الشكر لكم سادة المشاهدين الكرام على حسن الإصغاء والاستماع، آملين أن نلقاكم في حلقات أخرى من برنامج الإمامة وليلة القدر. إلى ذلك الوقت نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.